الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على محمد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد صوم الايه 64 يقول الله سبحانه وتعالى خلصناها 66 ولو انا كتبنا عليهم ان يقتلوا انفسهم او يخرجوا من ديارهم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يقول الله سبحانه وتعالى يعني ولو ان فرضنا على قال العلماء على اليهود فرضنا عليهم كما فرضنا على اسلافهم ان اقتلوا انفسكم. قد يكون هذا لما عبدوا العجل فامرهم الله سبحانه وتعالى بان يتوبوا. وكيف تكون توبتهم؟ تقتلون انفسكم. هذه توبتهم سبحان الله. ولو أن كتبنا عليهم ان يقتلوا انفسكم او يخرجوا من دياركم كذلك هم امر اسلافهم بان يخرجوا من مصر. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ما فعلوه الا قليل منهم. يعني لو نأمروا بقتل انفسهم او بالخروج من ديارهم ما راح يفعلون. لن يفعل الا القليل منهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به. يعني هم لو يفعلون الذي امروا به ووعظوا به بماذا؟ بشيء اسفل. وعدوا بماذا؟ بأن يطيعوا الله سبحانه وتعالى وأن ينتهي عن محارم الله. رب العالمين أمركم الآن بالأسهل، أسهل من أسباب الإسلام. أنتم الحين نبيكم تطيعون الله، جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم الذين تجدون صفة في التوراة فاعبدوه اتبعوه وعدوا الله سبحانه وتعالى. ولو أنهم فعلوا ما يعاقبون به. يعني لو اتبعوا النبي عليه الصلاه والسلام واطاعوا الله وابتعدوا عن المحرمات لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. لكان ذلك خيرا لهم في الدنيا وكذلك في الاخره. وهذا ايضا اكمل بامورهم واقوم لهم، يكون لهم قوه ايضا سبحان الله. يعني قضيه تزيد ايمان لا ويكون الاجر مضاعف لهم. ليش؟ لانهم امنوا بنبيهم اليهود امنوا به موسى عليه السلام او النصارى امنوا به، عيسى عليه السلام، ثم لما جاء محمد امنوا به عليه الصلاه والسلام. هؤلاء يؤتون اجرهم مرتين. يؤتون اجرهم مرتين، امنوا بدينهم الاول وايضا امنوا بخاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله سبحانه وتعالى ان هذا الامر خير لهم واشد تثبيتا. وبعد واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما. ثوابا جزيلا كثيرا كبيرا. وايضا ولهديناهم صراطا مستقيما. الطريق المستقيم الذي لا وجاد فيه ولا انحراف فيه. لاحظت اخواني الكرام بركه الطاعه بركه الاستقامه والكثير من الناس يلمس هذا الامر ويشاهد هذا الامر. شلون؟ تجد الذي يطيع الله ويستقيم ويتبع الصراط المستقيم تجد سبحان الله يفتح عليه. اذكر واحد من الزملاء يعني كان مستحسن بالصلاه ما يهتم بالصلاه، لكن الحمد لله هدى الله بدا يعني يحرص على الصلوات الخمس وان كان ليس دائما في المسجد. وبعدين الحمد لله الله هدى راح العمره. فيقول لي يقول سبحان الله يعني انا بدات اصلي صار لي هالشيء هذا زين يعني انه يعني رقوه او شيء كذي في الوظيفه واعتبار اظن قال لي انه كان يحتاج عمليه عشان في شيء معين يحتاج عمليه عشان ينجب الولد. الله رزق الولد من غير عمليه سبحان الله. طيب فالذي يطيع الله يفتح له الله بركات السماوات والارض. يعني الناس الذين يطيعون الله رب العالمين يبارك لهم. نفس الشيء اللي يدفع الزكاه بس بالفلوس تنقص يقول لك لا ربي يبارك لك ما ينفع
المال بسبب الصدقة. في ناس يقول لك أنا هالمال هذا مجمع حاطة عندي أبي أسوي فيه شغلة فلانية، الحين إذا دفعت الزكاة راح يضرني راح تأثر. ولا شلون الزكاة تضرك؟ مجمع يمكن 10,000 دينار، أنت من الزكاة 10,000 كم؟ خلاص خلنا نعطي كتاب كتاب حق الشيخ داوود 10,000 نبي منها فقط 250 بس 200 يعني 2.5% أو يمكن 40 دينار دينار بس هذا اللي هذا النبي يقول لك لا هذا يأثر على فلوسي وأنا مجمع تعبان. يقول لك رب العالمين بارك لك لا يقص عليك الشيطان سبحان الله 2.5% أو الواحد من المعين هذا بيأثر على زواجك هذا بيأثر على البيت اللي تشتري أو ناس يمكن جمع على 200,000 يقول أنا مجمع هذا المال للبيت شلون أدفع زكاة؟ والله 200,000 300,000 ما تبي تدفع زكاة؟ من اسمها زكاة طفلة. قال الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك زكاة. فالمؤمن الطاعة أخوان الكرام عاقبتها البركة إنما التثبيت وزيادة الطاعة. ثم قال الله سبحانه وتعالى شوف الجزاء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لما نقرأ الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من هذول في سورة النساء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أنت إن أطعت الله تكون وياهم، أنت نبي أنت مو نبي، أنت صديق يمكن ما وصلت مرتبة الصديقية، أنت شهيد لا والله يمكن ما حصلت الشهادة، لكن إن أطعت الله والرسول تكون معهم تكون معهم وحسن أولئك رفيقا. هذه الرفقة الطيبة أخواني الكرام، نحرص على هذه النوعية من الرفقة، رفقة النبيين صديقين شهداء صالحين. ثم قال ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يعني ذلك عطاه الله سبحانه وتعالى فضل الله يعطيه من يشاء سبحانه وتعالى وحسب العباد بالله الذي خلقهم هو عليم بهم. يعني يعلم من يطيب ومن يحسب واعلم بالنيات رب العالمين فانه لا يفعل شيئا. ثم قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا. اما الاسلاميه المفروض ما تكون غافله ما تكون امه ضعيفه لا لابد ان نكون حذرين. خذوا حذركم واعد القوه للدفاع عن الاسلام لحمايه الاسلام لتوفير الامان للمسلمين. خذوا حذركم لأن الأمم تداعى عليها كما تداعى الأكل إلى قصعته كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تداعى عليكم الأمم. الأمم لاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام قال أمم اليهود من صوب النصارى من صوب المجوس من صوب كل المنافقون من صوب تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل إلى قصعته مثل القنجة شلون يحطونها ناس واعي هجوم. كذلك الأمم تهجم على الإسلام يا رسول الله أو من قلة يا رسول الله ليش ما يهجمون على ليش إحنا شوية؟ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل بحر مو في رغوة. شو تسوي الرغوة؟ انت تفخر بيدك؟ لا والله حتى لو تفخر تروح. فهذا حال من الاسلاميين غثاء كغثاء السيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لابد ان في طائفه قائمه باذن الله
متابعين متابعوني صحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. المهم في رأي الكرام واجب على المسلمين أن يأخذوا حذرهم. تكون حذر. مو أي واحد من دينك له وتسوي معاهدات سلام وتعطيه الأمن والأمان. لا احذر. مو كل واحد دخل داخل صفك. لا احذر. فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يعني هذا الجهاد. فانفروا ثبات يعني جماعات. جماعة بعد جماعة أو انفروا جميعا يعني تهجموا كلكم يا بعض. من الخطط في القتال في الجهاد. ثم قال الله سبحانه وتعالى يبين حال البعض وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هؤلاء المنافقون يخرج الجيش للقتال طيب فيثبط مثل ما نقول احنا بالكويت يكسر المجادل. شو وديكم يا محاولين هذول يحضرون وش كثرهم عددهم انتوا ايش تبون تسوون ما عندنا شيء ارحم الراحمين احنا ولا شيء. الكلام هذا امتنا ضعيفه واسلحتنا قديمه فيقول الله سبحانه وتعالى وان منكم يعني من صفوفنا من صفوف المسلمين وان منكم لمن ليبطئا يعني من صفوف المسلمين قد يكون منافقا قد يكون مشابه للمنافقين كما قال الله سبحانه وتعالى وفيكم سماعون لهم سبحان الله. طيب يخرج هذا الجيش وهناك المثبطون يعملون لتوقيف وإيقاف الجيش ولا يخرج معه. طيب فإن ظفر وفاز هذا الجيش المسلم فإن أصابتكم عفوا فإذا أول شيء هزم فإن أصابتكم مصيبة وصار في قتل وخسارة شنو يقولون المنافقون وما شابههم؟ قال قد أنعم الله علي الحمد لله إني ما طلعت وياكم. قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا الحمد لله إني ما طلعت وياهم كان الحين قصوا راسي كان الحين خذوا فلوسي كان الحين خذوا زوجتي الحمد لله إني قعدت في البيت. سبحان الله يتمنى ويعني يفرح أنه لم يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يخرج مع المسلمين في جهاد صحيح. طيب والعكس ولئن أصابكم فضل من الله طيب وإذا رجع الجيش المسلم بالغنيمة والفوز ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يتكلم وكأن ما عاش وياكم ولا أكل عيش وملح وياكم نسى كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. شنو يقول؟ يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. سبحان الله إذا صار خسارة تقول الحمد لله إني ما طلعت. وإذا فاز خسارة ما رحت عشان أحصل فلوس أحصل سرية أحصل غنيمة. ما كان هذا حال المنافقين. لا المسلم الصح المؤمن اللي على عقيدة صحيحة هذا يكون مع المسلمين في الحلوة المرة في السراء والضراء. في ناس لا طالع واكل عيالات النازل واكل اذا في فوز كان زين انا وياهم بصير وياهم في خسارة خلص الخسارة عليهم مو علي. طيب انت المفروض وحدة بناء من المجتمع. لا هو صار وحدة هدم للمجتمع هذا المنافق ومن شابه المنافقين. ثم قال الله سبحانه وتعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة يعني الذين يبيعون يشرون هنا بمعنى يبيع يعني أحيانا تأتي كلمة يشري يعني يبيع اللي حطيت عليها تاء يشتري يعني يأخذ البضاعة ويبيع بمعنى يشتري ويبتاع يعني يشتري. طيب هنا يقول الله سبحانه وتعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون يبيعون حياة الدنيا بايع الدنيا أهم شيء أنا عندي الآخرة أنا أقاتل في سبيل الله أموت في سبيل الله
أموت لإعلاء كلمة الله. أخواني الكرام، هذا الجهاد الصحيح، الهدف أن يكون لإعلاء كلمة الله. ما يموت واحد عشان والله الانتخابات ولا الكلام اللي سمعناه الباطل، تموت في سبيل الانتخابات؟ مو موجود هذا. الموت في سبيل الانتخابات، الموت في سبيل قبيلة، الموت في سبيل يعني زوجة، لا، ما مو موجود هذا في الإسلام. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام أيوة في سبيل الله، قال من مات أو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا في سبيل. لكن الآن سبحان الله اختلطت الأمور عند الكثير من الناس، وصارت كلمة الجهاد سهلة، هذا جهاد جهاد، يلا روح أنت شهيد، توزيع مجاني، ما يصير. أخواني الكرام، الجهاد مو بكيفنا، والشهادة مو بكيفنا، لها ضوابط موجودة في القرآن والسنة الحمد لله، مثل ما الصلاة لها فقه في شروط الصلاة، في نواقض الوضوء، نواقض مبطلات الصلاة، واجبات الصلاة، كذلك نفس الشيء الجهاد. مو فوضى، أي واحد شهيد، يلا روح، هذا شهيد، هذا جهاد، لا هذا مو جهاد. طيب، فالمهم جهاد صحيح اللي يكون هدفه لإعلاء كلمة الله، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. طيب، هذا أخبار الكرام المؤمن الحق، إنه يبيع الدنيا، ما يهتم، أو خلينا نقول ما يحرص على الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب الدنيا أضر بالآخرة، ومن طلب الآخرة أضر بالدنيا، فأضر بالفاني للباقي. حديث جميل، يعطيك الموازنة، اتزان يصير عند المسلم، تشوف الميزان، ويعلمك الحديث هذا بماذا تضحي أو عن ماذا تتنازل. على طول أنا أتنازل عن الدين، في ناس إذا صار مقارنة بين الدين والدنيا تنازل عن الدين. يعني يمكن لو امرأة في بلاد الكفار وهي طالعة من الكويت مثلاً ولا بلاد المسلمين، قال يا رب ما حد يشيل الجامعة إلا إذا خلعت الحجاب. خلاص أخلع الحجاب، أنا كله باقي لي سنة. تدركين فرض من الله سبحانه وتعالى في سبيل إنك تكملين هالسنة هذه؟ الحمد لله رجعي ديرتك، ولا حولي بعثتك بدولة ثانية، أو مو لازم تاخذين الشهادة الجامعية أو الماجستير أو الدكتوراه، لكن تحفظين الدين. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: من طلب الدنيا أضر بالآخرة، فهذه عشان الشهادة، عشان بيت، فيضر بالآخرة أحيانا. ومن طلب الآخرة أضر بالدنيا، يمكن عشان الحجاب أو عشان النقاب، طيب يمكن تفصل من عملها، أو يمكن ما تكمل دراستها. طبعاً إخوان الكرام، مو معنى هذا الكلام إن إحنا نترك الدنيا، لا، الحديث يتكلم إذا ما كان في سبيل الموازنة أو للجمع. إذا كان في سبيل الجمع اجمع، إذا أنت تجمع بين الدين والدنيا بحيث إنك ما تضر الدين ولا تضر الدنيا روح. لكن أحياناً سبحان الله إخوان الكرام يصل الإنسان إلى نقطة لازم يتنازل. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فأضره، يعني تنازل، بالفاني. شنو الفاني؟ الدنيا للباطل اللي هو آخر بس. سهل المعادلة أخواني الكرام، فإذا صرت في موقف، الموقف هذا حدث، أنت لازم تتنازل، يا ما تتنازل عن شيء دنيوي أو تتنازل عن شيء أخروي. خلي يصير التنازل عن ماذا؟ عن الفاني. تذكر أخواني الكرام، فاني، رايح، زائل. فبيقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الإنسان يجاهد في سبيل الله، يا ما يقتل الكفار ويظفر عليهم وينتصر، أو يستشهد يقتل شهيدا سعيدا. طيب، فسوف نؤتيه أجرا من الله سبحانه وتعالى في الآخرة عظيما. فأنت فائز أبدا، مو خسران، هذا المجاهد في سبيل الله أبدا ما يخسر، إما النصر أو الشهادة. ثم قال الله سبحانه وتعالى:
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية يعني مكة الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. لماذا لا تقاتلون في سبيل الله؟ ولماذا لا تقاتلون في سبيل إنقاذ هؤلاء الضعفاء من الرجال والنساء والولدان الأطفال؟ يقول عبد الله بن عباس: كنت أنا وأمي من هؤلاء. حديث البخاري عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين. ما نقدر نطلع، محبوسون في مكة، نطلع يمكن يقتلوننا يحبسوننا. سبب مو سهل أخواني الكرام. يقول الله سبحانه وتعالى المؤمنين: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. فكان هذا في إشارة أن الإنسان أهم شيء عنده أن ينجو بدينه. واحد يقول: لو شنو ما أطلع من أرضي أموت أتبهدل. مو صحيح، أنت أحيانا تحتاج أن تهاجر وتترك أرضك كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن أهلك أخرجوك أخرجوني منك ما خرجت. فأخواني الكرام، أحيانا الإنسان يضطر للخروج من قريته ومن بلده. واحد يقول: لا شنو أنا ما أخرج أموت. طيب أنت قاعد، في أي لحظة ممكن تقتل، في أي لحظة ممكن يأخذون بنتك أو أختك أو زوجتك، والعياذ بالله يفعل بها الفاحشة أمامك ولا تقدر تتكلم. هل هذه عيشة؟ هل هذا شرف؟ هل هذه عزة؟ أنت أخرج. كما خرج النبي عليه الصلاة والسلام، خرج المكة ما شاء الله صارت دولة، بدأ بالمسجد والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أخوياء عقيدة، ثم صاروا أقوياء في العدة والعتاد والجيش، ثم رجعوا بعد كم سنة، بعد ثمان سنوات، بعد ثمان سنوات رجعوا إلى مكة ونصرهم الله، فتح لهم مكة. أحيانا أخواني الكرام، الإنسان يضطر للخروج. أموت أموت ليش؟ خلي يموت ألف واحد، خلي يموت مليون واحد، دم المسلمين بلاش؟ الدم عند الله سبحانه، دم المسلم أغلى من الكعبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا زوال الدنيا. طيب، أهون عند الله من دم امرئ مسلم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أمر عظيم أخوان الكرام، دماء الناس حصلت بلاش، واحد يقعد بس يدي يفتي، روحوا خلي يموت منكم اللي يموت. وأنت ليش قاعدين؟ لا، وهو بدولة ثانية يتكلم. ما يجوز هذا الكلام. لو أنت صدق فتوتك هذه أنت مقتنع فيها، روح وياهم. قاعد أنت هني عند زوجتك وعيالك ومستانس وراتبك، وإن هناك الناس في الدولة الثانية يقتلون ويشردون ويضطهدون ويهانون، هذا مو صحيح. دماء المسلمين ليست رخيصة، عند الله غالية. ثم قال الله سبحانه وتعالى عنهم: واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يطلبون النصرة والولاية من الله، هذه اللي ما تضيع. هذا اخوان الكرام المفروض يصير، ان دائما الله مولاه ولا مولى له، الله ينصرنا سبحانه وتعالى. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، يعني في سبيل الشيطان، يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا، كما قال الطبري رحمه الله، يعني الشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. مهما سوى هذا الشيطان فكيده ضعيف، خطاب والمؤامرات على الإسلام فهو ضعيف. أخواني الكرام، ينبغي على المسلم أن تكون ثقته في الله سبحانه وتعالى عظيمة، توكله على الله كبيرة يجب أن يكون. لا أحد يقول: هذول الدول الكبرى عندهم مخططات وضد الإسلام. صح، هم يخططون، هذا ما في شك، ولكن هل كل ما يخططون سيقع؟ كل شيء يخططونه ضد الإسلام سيقع؟ هل هم الذين يدبرون الأمر؟ أم الله سبحانه وتعالى؟
احنا ما نقرا في غزوه الاحزاب خطط كل الكفار على امه الاسلام في المدينه مساكين، جاءهم من كل مكان، واليهود من خلفهم خافون منهم الخيانه. طيب خلاص لاحظوا اذا زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. ابتلاء عظيم اخواني الكرام، لكن شو اللي صار؟ ارسل الله عليهم الريح فهزمهم الله بجند من جنده. سبحان الله، منو كان متوقع اخواني الكرام؟ هل قريش كانت متوقعه ولا الصحابه؟ ما حد متوقع الامر هذا. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور. نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور، يعني هذه اسماء الرياح. اسماء الرياح في ريح اسمها الصبا، في ريح اسمها الدبور. شيء ياتي من المغرب، شيء من الشمال، شيء من الجنوب. الدبور اقوى من الصبا. الصبا اللي الله سبحانه وتعالى ارسلها على قريش، او ارسلها الله على الاحزاب لما اراد ان يهجم على المدينه. هل اهلكتهم؟ ما اهلكتهم، لكن هزمتهم. شو اللي صار؟ ضربت الجدور، طيرت الخيام، فراحوا ولوا مذبلين. بينما اهلك الله قوم هود بماذا؟ الدبور. ايش سوت فيهم؟ اهلكتهم. اهلكتهم، ماتوا، قتلتهم. حتى هذا العلماء يقول لك سبحان الله، ان الله سبحانه وتعالى قال: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فعليه الصلاه والسلام رحمه حتى للكفار. ان الله سبحانه وتعالى كان قادر على ان يرسل الدبور على قريش، لكن لرحمته سبحانه وتعالى، لوجود محمد صلى الله عليه وسلم منهم من قريش، فرحمهم الله وارسل فقط الصبا. فاخواني الكرام، يجب ان تكون ثقتنا بالله قويه. لا تقولهم او عندهم وتخطيط، نعم عندهم، لكن رب العالمين اقوى منك. القوي العزيز العظيم الحكيم، عندك الاسماء الحسنى سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى في هذه الايه: ان كيد الشيطان كان ضعيفا. ترى الشيطان ردي وضعيف ومو قدها. يقول بس شلون نشوف الشيطان يسوى فيه؟ الشيطان يتسلط على الانسان الضعيف. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه، كما ذكرنا الان في سوره ال عمران. فقال الله سبحانه وتعالى: فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. اذا انت مؤمن لا تخف، لا تخف الا من الله. والشيطان ضعيف ما يسوي لك شيء، ما يقدر. اذا كنت انت متوكلا على الله سبحانه وتعالى. توقف عند هذا الحد. عندنا كتابين، نسأل سؤالين. خلاص انت حصلت. لا اجتهد. بس ما نسيت سؤال. طيب ذكرنا كلمة الكلالة. ما المقصود بالكلالة لما تكلمنا عن المواريث في بداية الصورة؟ ممتاز يا ابو علاء. الذي ليس له اصل وليس له فرق. يعني ما عنده لا اب ولا ام ولا جد ولا جده، وكذلك ما عنده اولاد، لا بنت ولا ابن. طيب لعند مواريث ولا؟ طيب اكثر من مره نتكلم كلمه، ناتي بكلمه الطاغوت. قلنا هنا الطاغوت معنى الشيطان، لكن ذكرت لكم اكثر مره تعريف واسع. ما معنى الطاغوت؟ نعم، ما عبد من دون الله ممكن، إيه؟ لكن لا، ذكرت لكم تعريف: وكل ما تجاوز به العبد، كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع، من متبوع او معبود او مطاع. طيب نعطي اخونا كتابه، نعطي اخونا كتابه. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على مع التوصيل.